على مستوى نقاط الدخول والقيام في حالة انتقال العدوى بالبحث الفعال والتلقائي للأشخاص الحاملين للعدوى بهدف كسر سلسلة انتقال فيروس كورونا كوفيد عشر بسرعة كما جرت العادة منذ بداية الجائحة تطبيق حجر جزئي منزلي من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة صباحا من اليوم الموالي على ولايات باتنا، بجاية، البليدة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف سيدي بلعباس، قسنطينه، عنابه، لمديه، وهران، برج بعرريج، وتيبازه، عين الدفله، وذلك لفتره مدتها 15 يوما، تطبق ابتداء من يوم السبت 30 ماي الى غايه يوم السبت 13 جوان 2020. تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي المنزلي بالنسبه لباقي الولايات من الساعه السابعه مساء الى الساعه السابعه صباحا من صباح اليوم. الموالي لفترة مدتها 15 يوما تطبق ابتداء من يوم السبت 30 ماي إلى غاية يوم السبت 13 جوان 2020 وبهذه المناسبة فإن الحكومة تدعو المواطنين والمواطنات إلى مواصلة الجهود المبذولة في مجال الامتثال لتدابير النظافة وإلزامية ارتداء القناع الواقي والتباعد الاجتماعي وكذا جميع التدابير الوقائية التي تمليها السلطة الصحية من أجل المساهمة في كسر سلسلة تفشي وباء كوفيد-19 وإنه لا بفضل استمرار المواطنين في التجند لامكننا ان نعزز النتائج المشجعه التي بدات تبرز او تبرز على مستوى بعض المؤشرات الوبائيه وقد لوحظ يقول البيان بالفعل ان الولايات التي تقيد فيها المواطنون بالتدابير الاحترازيه الضروريه لحمايتهم وحمايه محيطهم قد حققت نتائج هامه غير ان هذه المؤشرات تبقى هشه وقد تشهد تدهورا سريعا في حاله التهاون في الانضباط وفي سلوكنا في مجال تطبيق التدابير الاحترازيه المتخذه حيث يمكن ان يؤدي ذلك بالسلطات العموميه في هذه الحاله الى تعزيز تدابير الحجر من جديد. مشاهدينا الكرام نعيد التذكير بهذا البيان الصادر عن الوزاره الاولى والذي يتعلق اجمالا برفع الكلي للحجر الصحي على اربع ولايات وهي سعيده، تندوف اليزي، وتمرست، وذلك بعد ظهور مؤشرات جديده بخلال التعامل مع وباء كورونا، وهي كما يقول البيان النتائج الايجابيه التي سجلت من حيث او من حيث المؤشرين التاليين استقرار عدد الحالات الجديدة. التي تم احصاؤها خلال فارق زمني مدته 15 يوما من الحادي عشر ماي الى 26 ماي 2020 وكذلك المؤشر الثاني معدل التكاثر الاساسي في هذه الولايات الاربعه المذكوره لذا التي يقل عن واحد علما انه في حاله العدوى الكبيره فان معدل هذا التكاثر يزيد عن ثلاثه. كما تجدر الإشارة يقول البيان إلى هذين المؤشرين يشكلان هدفا يمكن أن تحققه ولايات أخرى وفق درجة الامتثال للقواعد والتوصيات الصحية وسيكون هذا الإجراء للرفع الكلي للحجر الصحي مرفوقا بالإبقاء على نظام التأطير الصحي الصارم على مستوى هذه الولايات مع تعزيز المراقبة الصحية على مستوى نقاط الدخول والقيام في حالة انتقال العدوى بالبحث الفعال والتلقائي للأشخاص الحاملين للعدوى بهدف كسر سلسلة انتقال فيروس كورونا كوفيد 19 بسرعة كما جرت العادة منذ بداية الجائحة تطبيق حجر جزئي منزلي من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة من صباح اليوم الموالي على ولايات التالية باتنا بجاية بليدة تلمسان تيارت تيزي وزو جزائر العاصمة سطيف سيدي بلعباس قسنطينة عنابة لمدية وهران برج بوعريريش وعين الدفلة وذلك لفترة مدتها 15 يوماً تطبق ابتداء من يوم السبت الثلاثين ماي إلى غاية يوم السبت 13 عشر جوان 2020 وذلك بعد تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي المنزلي بالنسبة لباقي الولايات من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة من صباح اليوم الموالي لفترة مدتها 15 يوماً تطبق ابتداء من يوم السبت الثلاث ماي إلى غاية يوم السبت الثالث عشر جوان 2020 وبهذه المناسبة فإن الحكومة تدعو المواطنين والمواطنات إلى مواصلة الجهود المبذولة في مجال الامتثال لتدابير النظافة وإلزامية ارتداء القناع الوقي والتباعد الاجتماعي وكذا جميع التدابير الوقائية التي تمليها السلطة الصحية من أجل المساهمة في كسر سلسلة تفشي وباء كوفيد-19 وإنه يقول البيان لبفضل استمرار المواطنين في التجند لأمكننا أن نعزز النتائج المشجعة التي بدأت تبرز على مستوى بعض الولايات أو بعض المؤشرات أقول الوبائية وقد لوحظ بالفعل أن الولايات التي تقيد فيها المواطنون بالتدابير الاحترازية الضرورية لحمايتهم وحماية محيطهم قد حققت نتائج هامة غير ان هذه المؤشرات يقول البيان تبقى هشه وقد تشهد تدهورا سريعا في حاله التهاون في الانضباط وفي سلوكنا في مجال تطبيق التدابير الاحترازيه المتخذه حيث يمكن ان يؤدي ذلك بالسلطات العموميه في هذه الحاله الى تعزيز تدابير الحجر من جديد. انتهى نص بيان الوزاره الاولى. مشاهدينا الكرام بهذا نختم نلقاكم في وقت قريب بحول الله. السلام عليكم.